اهلا بكم معنا في حلقه جديده. اسعدنا وشرفنا يكون معنا دكتور زكريا. اهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم. حلقتنا النهارده عن الغفران والتبرير. يعني ايه غفران؟ غفران كلمه جميله ليها طعم رائع لكل انسان شاعر بالذنب. كلمه غفران معناها مسامحه. مثلا لو غفران بين انسان وانسان، فانا اخطات الانسان فهو بيجي يتاسف لي فانا بغفر له بسامحه. فالغفران هو معناه البسيط المسامحة. يعني لو الغفران من الله بقى، لأن يبقى هي مسامحة الله ليا نتيجة للأخطاء اللي أنا ارتكبتها في حق ربنا. طب وأنا بحتاج للغفران ولا مش بحتاج له؟ كل إنسان على وش الأرض محتاج للغفران، لأن الكتاب المقدس بيوضح أن ما فيش إنسان على وش الأرض لم يخطئ إلى الله. جميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله. علشان كده كل إنسان محتاج للغفران. طيب هي ايه الخطيه؟ الخطيه كلمه يعني في نظر بعض المجتمعات مثلا، وعلشان بعض الدول المتكلمه بالعربيه بلهجات تاني بيقولوا الخطيئه. فالخطيئه او الخطيئه مش بس يعني احنا في نظرنا مثلا الخطيئه هي القتل والسرقه والزنا، لكن التعريف الكتابي للخطيئه هو ان الانسان يفشل في انه يحقق ما خلق الله علشانه. في آية في سفر أشعياء ربنا بيقول لمجدي قد خلقته. ربنا خلق الإنسان علشان يمجده، طبعا لخير الإنسان وفايدة الإنسان. فشل الإنسان في أن يمجد الله، هذا هو الخطأ. أخطأه كقوس مخطئة، بمعنى أنه أنا فشلت في أني أمجد الله، هذا الأمر اللي خلقني بيه ربنا. عشان كده في رسالة روميا وأصحاح 3 بيقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، أي الجميع أخطأوا ولم يستطيعوا أن يحققوا الغرض اللي ربنا خلقهم ليه، هو أنه يمجدوا الله. فإذن بهذا التعريف الخطيئة أكبر جدا من القتل والسرقة والحلفان أو كده. الخطيئة هي أنه ما مجدتش ربنا. طب وإيه نتيجة الخطيئة والأجرة بتاعتها؟ الخطيئة نتائجها تظهر في سفر التكوين وصح 3، بعد ما آدم ادته أمنا حواء وأكل من الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، بدأت الألم يدخل والحزن يدخل والاكتئاب واللعنة والمرض. دي نتائج الخطيئة. لما تبص في تكوين 3 تشوف الإنسان بدأ التعب، بدأ الطرد، بدأ البعد عن الله، كلها دي نتائج الخطيئة. أما أجرتها فكلام واضح جدا في رسالة روميا وصح 6 بيقول أجرة الخطيئة هي موت. ولما بيقول موت بيتكلم على 3 أنواع الموت. الموت الروحي أي الانفصال عن الله، أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. ثم الموت الجسدي وهو انفصال الروح عن الجسد. ثم الموت الأبدي في سفر الرؤيا يقول طرحوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني. فأجرة الخطية مش بس الموت الجسدي زي ما بعض الناس بتعتقد. أجرة الخطية هي الموت بأنواعه الثلاثة: انفصال عن الله، انفصال الروح عن الجسد في الإنسان، ثم أن الإنسان بيترمي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. كل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. وخلي بالك من كلمة أجرة الخطية هي موت، يعني حتمية. مثلا أنا بشتري إزازة كوكاكولا مثلا أجرتها 3 جنيه لازم أدفع. أجرة الخطية الوحدة هي الموت. طب الأعمال الصالحة ليه فشلت إن هي تعفينا من الخطية؟ أولا لأن أجرة الخطية هي موت مش أعمال صالحة. ثانيا المشكلة في الأعمال الصالحة أنها خارجة من إنسان ملوث. يعني دايما بيشبهوها يا إبرام أنه مثلا لو أنت بتحب المانجا، المانجا في أنواع من المانجا فظيعة طبعا، فلو نوع بتحبه جدا وأنا معايا مانجاية وإيدي ملوثة عندها مثلا صديد أو عندي مرض، وديتك المانجا اللي بتحبها، المانجا حلوة بس الإيد اللي بتقدمها ملوثة. فالأعمال الصالحة خارجة من إنسان ميت بالذنوب والخطايا وريحته في نظر ربنا قد أنتن زي العازر اللي مات. دي حاجة. الحاجة التانية أنه تخيل في عدل الله واحد مثلا قتل في المحكمة الأرضية ويقول للقاضي أنا هبني 10 مستشفيات وأنا هعول 100 يتيم، هيقول له ده للمستقبل بس أنت لازم تدفع أجرة الماضي. فالأعمال الصالحة دايما للي جاي. فإذا لا يمكن بالأعمال الصالحة. علشان كده نزل ناموس موسى 10 وصايا ولا إنسان قدر يعمله ده من جهة. وكمان لو كان بالناموس بر
فالمسيح إذن مات بلا سبب، فشلت الأعمال الصالحة زي ما آدم وحواء لما أخطأوا لبسوا ورق التين، بس مجرد ما جه الشمس عليه وجه ربنا قالوا ربنا سمعت صوتك في الجنة خشيت. فخشيت لأني عريان فاختبأت. طب ده كان لابس ورق التين، لابس ورق التين بس أعمالنا الصالحة مش ممكن تكسينا قدام الرب، فصنع الله لهما أقمصة سجل. طيب في العهد القديم سمعنا عن الذبائح الحيوانية ان هي بتكفر عن خطايا الانسان، ازاي حيوان يكفر عن انسان؟ تمام، يعني كأنك يا جينا بنكمل كلام بعض. قلنا ان الله الانسان ما قدرش يكسي نفسه بورق التين اي باعماله الصالحة او محاولاته لستر عذاب ضمير وخطأ وفشل وعار قدام ربنا، فالله صنع اول ذبيحة، صنع الله لهما أقمصة من جلد. ولما يقول الكتاب صنع الله مش خلق، يعني الله قدم ذبيحة والجلد بتاعها كسى آدم وحواء. طبعا هذه الذبائح كانت صورة رمزية لذبيحة عظيمة، لذبح أعظم هو هيفدي الإنسان. بس كان في مشكلة. إيه المشكلة؟ إن دايما الحيوان أقل قيمة من الإنسان، فلازم علشان الكفارة الغطاء يغطي الشيء لازم يبقى أكبر منه حجما. فكل الذبائح الحيوانية كانت صورة بتقول واحد أجرة الخطية يموت ليست أعمال صالحة، اثنين إن الإنسان ملهوش حل إلا في ذبيحة، طبعا كلها بتشير إلى ذبيحة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، أبطل الخطية بذبيحة نفسه. ده في رسالة العبرانيين. طب هو كده في انواع للغفران ولا هو نوع واحد اللي هو مغفره المسيح اللي بيكفر عن الخطايا بس؟ طبعا الغفران كلمه كبيره، زي ما خدنا مره حلقه عن الايمان، الغفران كلمه كبيره زي هرم ليه ثلاث اوجه. اول حاجه الغفران الابدي، وده انسان جاي في خطايا بيحتمي في ذبيحه المسيح وفي عمل المسيح، الله يقول له مغفوره لك خطاياك. المسيح قالها الراجل وقالها الست، قال الراجل المفلوج اللي نزله له من السرير مغفوره لخطاياك، وقالها الواحده ست المراه الخاطيه اللي جات له في انجيل لوقا اصحاح 7 قال لها مغفوره لك خطاياك. ده الغفران الابدي، اي سمحتك على كل ما فعلتيه، ومش هيكون مصيرك الجحيم لكن هيكون مصيرك السماء لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. ثم في الغفران الاخوي، بعد ما انا قبلت المسيح واتغفر لي ابديا، انا محتاج انا وانت نكون لو في انا اسات اليك لو انت اسات الي نغفر بعضنا لبعض، زي ما في الصلاه النموذجيه اللي علمها المسيح اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا الذين يذنبون الينا. فلازم نغفر لبعض والا يزعل ربنا، زي المثل الشهير اللي حكاه في انجيل متى. بعدين في غفران ثالث او وجه ثالث الغفران، وهو الغفران الابوي. انا مؤمن حقيقي بالله ابويا، اخطات يقول ان اخطانا فلنا شفيع عند الاب، ما زال الله أبويا يسوع المسيح، وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أجمع. إذن هناك غفران أبدي أحصل عليه، وده لازم أول نوع من الغفران أتمتع به. ثم غفران أبوي، كل مرة أخطئ لله كأبويا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، يوحنا الأولى 1:9. ثم غفران أخوي، وهو أن نغفر بعضنا لبعض. ثلاث صور للغفران. الغفران هو أول احتياج للإنسان وأول بركة للمؤمن، لهذا كان الغفران هو أول ما نطق به المسيح على الصليب. مكتب بصمة، مكتب بصمة. طيب في آيات كتير بتتكلم في الكتاب بتتكلم عن أن الغفران بيكون باسمه، يعني إيه الكلام ده؟ باسم المسيح. في سفر الأعمال يقول كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، اسم يسوع. اسم يسوع زي ما سمي ربنا يسوع المسيح، تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص الشعب من خطايا. بهذا الاسم، لأن اسم يسوع شخص المسيح مات على الصليب ودفن وقام، ولما مات ودفن وقام حل مشكلة الخطية، فباسم المسيح فقط يأتي غفران الخطايا. مفيش طريقة، مفيش اسم تاني به نخلص أو تغفر خطايانا
إلا اسم المسيح. طب كده عرفنا أن الغفران دوت سلطان ولا إيه؟ طبعا الله وحده بالنسبة لغفران الخطايا أو الغفران الأبدي اللي ذكرناه، الله وحده اللي ليه سلطان. المسيح ما كانوش عارفين أنه الله، كانوا عارفينه أنه نبي. فلما غفر للرجل المفلوج قال له مغفورة لي خطاياك، كتبوا الفريسيين قالوا من يغفر خطايا إلا الله وحده، ما فيش حد ليه سلطان يغفر خطايا إلا الله وحده. ففعلا الله وحده اللي ليه سلطان غفران الخطايا. ليه؟ لأن الخطية موجهة إليه. يقول داود إليك وحدك أخطأ، مع أنه أخطأ إلى أوريا الحسي وإلى مرات أوريا الحسي، بس يقول إليك وحدك أخطأت. فالخطية أساسا موجهة لله، لهذا أن الله وحده اللي ليه سلطان غفران الخطايا. وعلى فكرة الحل جاي من عند ربنا. الإنسان ما قدرش، الإنسان حاول بالأعمال الصالحة، حاول بالذبائح، ما قدرش، لكن الله أرسل المسيح علشان خاطر ليه سلطان غفران الخطايا. طب حضرتك افرض انت غلطت فيا وانا سامحتك، ده انا كده بسلطان؟ طبعا مش كده ليه سلطان. احنا لما بنغفر لبعض اسمه الغفران الاخوي كما ذكرنا، طبعا انت كده استخدمت سلطانك، انت مساء اليك، فبسلطانك قلت لي بسامحك، فشكرا. يعني ده شيء جميل استخدم ان انا اغفر للاخر. في واحد تاني يقول لا انا مش هغفر لك، يبقى لما يستخدم غفران الخطايا. بس طبعا اللي ما يغفرش ما يعني، المسيح حكى مثل شهير جدا ان في ملك كان عنده عبد والعبد مديون بالاف، وبعدين الملك غفر له خطاياه، غفر له يعني الفلوس دي، وبعدين الراجل العبد ده لقى عبد تاني عليه حاجه بسيطه، راح قال له هوديك السجن. الملك زعل قال له انا غفرت لك كتير، ده الغفران الابدي، وانت مش عارف تغفر لاخوك، ده الغفران الاخوي. طب ممكن حضرتك تفرق لنا بين سلطان الله وسلطاننا احنا للغفران؟ الله احنا 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 يعني حقي اني اغفر علشان خاطر انا مساء الي، فانا اخطا اليك اخوك، فاذهب وعاتبه بينك وبينك وحدهما. في طبعا نظام جميل قاله الرب في انجيل متى صح 18، المخطئ اليه هو اللي يبدا، ده غفران الناس لبعض. اما غفران الله فمبني فقط على ذبيحه المسيح وعلى اسم المسيح. يقول كده الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. طيب ايه الاساس والوسيله اللي مبني عليها اصلا الغفران؟ صدقيني يا جينا كانك انت مرتبه. ما احنا قلنا الايه دلوقتي الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. اساس الغفران ان المسيح سدد الله كل حقه. الدم دايما بيعبر عن النفس، فلما مات المسيح كده الله خد حقه وزياده. اجره الخطيه هي موت، مات المسيح، ولان المسيح هو الله الظاهر في الجسد فكفرته وموته غير محدود، فقدر الله يستخدم ذبيحه المسيح الغير محدوده، لانه مكتوب دم كريم كما من حمل بلا عيب. كريم يعني بريشيس، دم غالي، لانه الله الظاهر في الجسد. عشان كده اساس الغفران صليب المسيح ودم المسيح. اي غفران بعيد عن كده، يعني في ناس بتحاول تعمل اعمال صالحه وكذا، هيكافئها الله على مستوى الارض. اما الغفران الابدي فليس له أساس إلا فداء المسيح ودم المسيح الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. طب علشان كده الأمور اتخلطت، إيه الفرق بين الغفران والتبرير؟ لا هي ما اتخلطتش. الغفران مرحلة والتبرير مرحلة. ما معنى الغفران؟ قلت الغفران هي المسامحة. أنا أخطأت إلى الله غير المحدود وفي رحمته ونعمته سامحني، ده الغفران. يعني مذنب قد سومح، ده الغفران. أما التبرير فهو مستوى أرقى. التبرير معناه إن أنا كأني ما عملتش خطية أصلا. هتقولي طب إزاي كأني ما عملتش خطية؟ الله بيراني في المسيح، يعني أخذ كل كمالات المسيح، وده اسمه التبرير. أوجد في المسيح فيليبي 3، وليس لي بري الذي من الناموس، بل البر الذي بالإيمان بيسوع المسيح. إذن التبرير مستوى أعلى جدا من الغفران. في السماء مش هنحس ان احنا كنا خطاه ولازم نروح جهنم وعندنا لسه عقدة الذنب، لا، في السماء هنكون زي المسيح بالظبط، علشان كده هنكون مبررين وكأني ما عملناش الخطية. إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. يعني ايه؟ يعني لما أنا اتبررت مش بس خطايا اتغفرت، لكن كأني ما عملتش حاجة، أقترب لله في سلام، لأنه شايفني كأني ما عملتش ولا حاجة في المسيح. طبعا التبرير تم بقيامة المسيح كبرهان، يعني قيامة المسيح برهان التبرير. أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ما المعنى؟ المعنى لما المسيح مات هو حمل خطايانا،
ثم دفن ثم قام. كونه قام يبقى أكمل العمل تماما، وكأني أنا ما عملتش خطية أساسا، أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبرير. يعني كده في ربط بين السلام وبين التبرير. طبعا الذي إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. هنا السلام مع الله، طبعا في أنواع من السلام، في سلام مع الله، في سلام المسيح الشخصي، في سلام الله الذي يفوق كل عقل. السلام مع الله أي المصالحة. ده زمان ده أيوب قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، فما فيش مصالح، ما فيش سلام. بعد أن تبررنا صار المسيح مصالح، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. فالمصالحة طريقة من الطرق التي نحصل بها على التبرير. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. رمية 3:24. مكتب بصمة، مكتب بصمة. طيب هو في صور للغفران؟ صور الغفران جميلة جدا، وأنا عايز الشباب اللي بيشاهدونا يقولونا بعض الصور، لكن هذكر صورة أو صورتين. مثلا يقول الكتاب في مزمور 103: كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. مستحيل المشرق يتقابل مع المغرب، فصورة الغفران مستحيل. ثم في سفر الميخا يقول: يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. يعني طبعا البحر عميق جدا، وكأن ربنا حط خطايانا في مكان ملهوش وجود ثم حطمه. يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، كل هذه صور الغفران. أيضا محوت كغيمة ذنوبك، عارفة الغيمة لما تروح خلاص ما ترجعش تاني. فكلها دي صور جميلة للغفران، بتدي النفس ضمان، لأنه بعد ما الإنسان تغفر خطاياه بيبقى ضميره تعبان، يجي الشيطان يقول أنت بتصلي في الكنيسة، أنت مش فاكر أنك عملت كده وكده وكده. فكويس أنه يعرف الـ 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 الصور بتاعة الغفران دي علشان يرتاح، يقول لا خلاص خطاياه كبعد المشرق عن المغرب أبعدها ربنا، الله داسها. يعود يرحمنا، يدوس أسمنا. ومرة كمان يقول طرحت وراء ظهرك خطاياي. الله روح، لا عنده ظهر ولا وش. ففي مكان وضع خطايانا مكان مش هترجع تاني أبدا. تمام. طيب هو الغافر العظيم بنلاقيه فين في الكتاب؟ الغافر العظيم طبعا هو الله. دايما في العهد القديم كان دايما بينادوا الله أنه كثير الغفران أو مكثر الغفران. الله وحده هو الغافر العظيم. حتى الإنسان لما يغفر لأخوه الإنسان دايما غفرانه ناقص، أما الغافر العظيم هو الله اللي صنع غفران عظيم عن طريق المسيح. مرة كمان أذكر الآية: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. طيب أنا هفضل أسامح لحد إمتى؟ يعني ما هو ممكن اللي قدامي يحس إن أنا ضعيفة فيفضل يغلط فيا تاني وتاني وما يبطلش. تمام. أنا هقرأ لك الآية. نفس السؤال ده سأله طبعا الرسول بطرس في إنجيل متى 19، حينئذ عدد 21: تقدم إليه بطرس وقال: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. 70 مرة 7 مرات مش قصده برضو 490، يعني إلى ما لا نهاية. ليه؟ لأن أنا ببني غفراني لأخويا على أساس أن الله غفر لي. بعد الكلام ده مباشرة يأتي المثل اللي هو مثل العبد الذي لا يغفر. يعني بيقول له كده: فدعاه الملك حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنت أيضا أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما له عليه. هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. وده المثل ده مبني على السؤال اللي انت سألتيه يا جينا، لما بطرس قال له كم مرة، قال له إلى ما لا نهاية. لأن الله لو تبصي قد إيه غفر لنا وتجاه الله، يعني خطية واحدة تجاه الله تساوي آلاف الخطايا أو أكتر طبعا تجاه الإنسان. طيب هو أنا ينفع مثلا أفضل أسامحه على طول ماشي، بس هيجي مثلا وقت ينفع
أوقفه عند حد مثلا فده يعتبر كده غلط، يعني بدل ما أفضل سوري في الكلمة بس ملطشة يعني وسط الناس، فهو يقدر يعني لو أنا وقفته عند حد فكده يعتبر ده مش غفران. معلش برضو عندي إضافة تاني اللي هي الآية من لطمك على خدك الأيمن، دي برضو ليها علاقة بده. تمام، يعني في حاجتين مهمين جدا كلنا دلوقتي الكلام ده عن الغفران الأخوي أنا وأخويا، في حاجتين مهمين جدا لازم نفرق بينهم، ده الكتاب اللي فرق بينهم. الشخص اللي أساء ليا ده ولطمني أو اللي بغفر له، هل هو من الخارج أم أخويا اللي في الكنيسة؟ في معاملتين مختلفتين. لو كان شخص من الخارج أنا بسامحه وليس ضعف ضعف، لكن في قوة بغفر له، ولما أسامحه وأنا وهو يعرف إن أنا عندي إمكانية إن أنا مثلا أعمل حاجة غلط، لكن هو أنا سمحته، ده بيأثر فيه جدا، بالذات لما يبقاش من ضعف لكن من قوة. أما أخويا اللي في الكنيسة أو أختي اللي في الكنيسة أنا لازم أعاتبه، وهنا مش هبقى ملطشة. إن أخطأ إلي فهروح لوحدي أقول له أنت غلطت فيها في الحكاية دي، لو مرضيش بجيب له اتنين وأروح أزوره بحب عايز أربحه، إذا مرضيش بقول للكنيسة والكنيسة بتحكم هنا، واللي بتربطه الكنيسة على الأرض يكون مربوطا في السماوات. فهنا يعني فرق، واحد في الشارع واحد إرهابي بيهني أنا بقول له أنا بسامحك فقط لأن الله سامحني، مش ضعف. أما أخويا اللي في الكنيسة فمش يعني في حدود، إن أنا بقعد معاه مرة وبجيب له اتنين مرة وقصدي أربحه، ثم الكنيسة تاخد قرار. ولو الكنيسة قالت له أنت ما سامحتوش يكون كالوسني أو العشار، يعني المفروض الكنيسة تاخد موقف منه، فده مش هبقى ملطشة. وانت حضرتك مش شايف كده ان انا بكال بمكالين؟ يعني ما ممكن اللي من جوه الكنيسة فكرني ضعف ان انا مش قادر اروح اوجه لبرا بس جاي اواجهه هو اللي من برا؟ لا، اللي من جوه الكنيسة يفكرني ان انا خايف من اللي برا عشان كده ما روحتش واجهته، لكن واجهته هو. ما هو انا يعني لو انت ارهابي حاول يقتلك هتروح تذهب وتعاتبه؟ ده هو مش بيتعاتب الا بالبنادق والقنابل، فيا سامح يا مش هسامح. يعني يحكى عن واحدة أيام النازية شافت شخص ألماني من اللي قتلوا أمها وأبوها، وهي بقت دكتورة كبيرة وشافته وكانت هي بتعالجه وكان حقها أنها تقدر تقتله إنها الدكتورة بتاعته، فسامحته وقالت له أنا سامحتك، فده مش هتقدر وقتها تعاتبه، ده راجل كان بيذبح وكان يعملوا محارق لليهود وكده. طب بنشوف إن المسيح كان بيشبه الغفران بتسديد الديون. تمام، المسيح شبه الغفران بتسديد الدين في أكتر من مكان، من ضمنها المثل اللي أنا قريته في إنجيل لوقا إنجيل متى صح 18، لما قال ملك مداين عبد بعدد كبير والعبد مداين واحد. كمان المسيح لما كان في بيت سمعان الفريسي شبه الغفران الأبدي والغفران الأخوي برضو بتسديد الدين، لما قال كان لمدين مديونان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا، فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه، هنا غفران، الذي سامحه بالأكثر. فقال له بالصواب حكمت. ثم التفت للمرأة وبدأ يعقد مقارنة وبعدين قال لها مغفورة لك خطاياك. فتسديد الدين يعني أجرة الخطية موت، عدم الغفران الله لم بيغفر ليش، أنا مديون مديون بديون كتيرة هو الموت الأبدي، لما بيسامحني ويغفر لي خطاياي هو سدد الدين، وده اللي عمله المسيح في العبارة الخامسة على الصليب لما قال قد أكمل، من ضمن معانيها تلستاي يعني سدد الدين، فالمسيح غفر خطايانا لما مات على الصليب. وإحنا بنفس المعنى، إذا أنا أنت أخطأت إليا كأني أنا مدينك بالخطأ اللي أنت، لما أنا سامحك كأني سددت لك الدين. وأنا عايز أقول حاجة، المشكلة دايما بيعانيها الشخص الذي لا يغفر. يعني جينا سألت وقالت هكون ملطشة، تعرف يا جينا اللي ما بيغفرش هو اللي بيتأذي، مش الذي لا يغفر له. طبعا مشهور شخص اسمه أخي توفل في الكتاب كان دايما متغاظ من داود، لما تدوري على أخي توفل تلاقيه جد بالشبع اللي داود أخذها من جوزها اللي هو أوريا الحسي، ضايق جدا جدها أخي توفل، واتحد مع أبشالوم عايز يقتل داود، متغاظ إن ربنا غفر لداود. فطبعا صلى داود وقال له حمق يا رب مشورة أخي توفل.
اتحمقت وأخيتوفل ما قدرش ينتقم من داود. تعرف عمل ايه؟ انتحر. إذن مين اللي اتأذى؟ اللي اتأذى الشخص اللي ما غفرش، اللي في قلبه حقد، دايما هو اللي بيتأذي. ده بالنسبة للغفران الأخوي. يعني أنا أي إنسان عنده مرارة تجاه إنسان تاني وما غفر لهوش هو اللي مش هيتبارك. وعلى فكرة بعرف ناس بيعملوا تدريب يمكن كل فترة من الزمن، وبيقعد يسترجع كل اللي مضى فيه ويفكر هل أنا في شخص في حياتي أذى مشاعري أو أهني ولم أغفر لي، يمكن ده يكون سبب تعطيل البركة في حياتي. تمام، شكرا لحضرتك. الأجز خانة، أجز خانة بصمة. الحساب كده كام يا دكتورة؟ 12 جنيه ونص. طيب اتفضلي. طيب. طيب أنا آسفة بس هو مفيش فكة، يعني لو معاكي 2 جنيه ونص. طيب سوري أنا مش معايا غير 2 جنيه. خلاص ما يهمكيش عادي. لا ازاي، انا ممكن اروح اجيب الفلوس فيا. مش مستاهله يعني، ده مكانك ما يهمكيش عادي. طيب ميرسي جدا يا دكتور. العفو. يا دكتوره حضرتك طيبه خالص. اشمعنى يا مزكي؟ حضرتك سامحتيها في 50 قرش. اوه ده حاجه بسيطه. ايوه دكتوره، ما 50 قرش في 50 قرش في 50 قرش اعملوا مبلغ برضك. ربنا بيعوض يا مزكي ما تقلقش. الحمد لله وصلت. الحمد لله على السلامة يا باشا. مالك يا دكتور باهر؟ ايه الأخر؟ اسكت، حصل معايا موقف غريب جدا. ايه الموقف الغريب يا دكتور باهر؟ ركبت الأتوبيس. ما كل الناس بتركب أتوبيس يا دكتور باهر، غريب في كده. استنى يا زكي، طب سيبني كمل. المهم الكمسارة بيلم الأجرة. طب ما كل الكمسارة بتلم الأجرة، الغريب في كده يا دكتور باهر. يا زكي استنى سيبني كمل. كمل يا باهر. واحد ما كانش معاه فكة. طب ما ساعات الناس كلها ما بتبقاش معاها فكة، الغريب في كده يا دكتور باهر. كمل يا باهر. المهم شدوا مع بعض. طب ما في ساعات كتير الناس بتشد مع بعض، الغريب في كده يا دكتور باهر. بعدين يا باهر؟ وشدوا مع بعض وعملوا خناقه علشان 50 قرش. ثانيه بس، معقوله تحصل خناقه عشان 50 قرش؟ ما مش كل الناس زيك يا دكتوره. موضوع قلب ضرب وشتيمه. ايه ده ايه ده؟ كل ده ومحدش يعني طلع ال 50 قرش من جيبه حتى اتصرف؟ محدش كان واعي، كله كان بيضرب في بعضه. وده اللي اخرني. انت فكرت ان دكتور باهر بجاري اللي واخد مني 50 جنيه، اما اقوم اجيب التليفون افكروا بيها. يلا بس المهم ان انت كويس يا باشا. بس حاجه غريبه برضو، يعني كل ده يحصل عشان حاجه بسيطه زي كده. انا مستغرب، الناس مش قادره تسامح على حاجه بسيطه. ربنا يرحم. اجز خانه بصمه. يعني ايه معكش فلوس تدفع يعني؟ انت كل يوم تقول لي بكرة 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 وبكرة يجي وما تدفعش حاجة. ايه 50 قرش دي 50 جنيه. انا مش مسامحك على فكرة. ايه عزاكي في ايه بس؟ ايه تعصب ليه بس؟ مفيش يا دكتورة، جاري ده بقاله اسبوع مستلف 50 جنيه. وبعدين؟ بقاله 7 ايام يقول لي بكرة بكرة بكرة، بقاله اسبوع بحاله يقول لي بكرة هجيب لك الفلوس. اسبوع؟ شفت برود الناس يا دكتور؟ طب يعني معلش يا عم زكي تلاقيه بس مزنوق فيه. لو انت مزنوق في فلوس خدها مني ورجعها في اي وقت. لا دكتور الخير كتير الحمد لله. امال بتطالبه ليه طيب بالفلوس؟ يا دكتور حق حق ورا دي حق، طالبه طالب حق. ايه بس الكلام الكبير ده؟ امال يا دكتور؟ بس يعني معلش دي حاجه بسيطه، سامح معلش. لا 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 دكتور انا مش مسامح. ايه يا جماعه في ايه؟ مفيش. عم زكي جاره مستلف منه 50 جنيه ولسه ما رجعهاش لغايه دلوقتي. طب وايه المشكله يا عم زكي؟ ما هي ما الناس بتتزنق في فلوس. الراجل يقول كلمه يلتزم بيها، لكن مش مسموح ابدا ان هو يقول كلمه وما يلتزمش بيها يا دكتور. عادي يا عم زكي، ما هي ما رجاله بتتزنق وترجع في كلامها، مش مشكله. لا 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 يا دكتور، لا انا مش مسامح، انا مش مسامح. شوف يا عم زكي، سامح في القليل عشان ربنا يسامحك في الكتير. ها؟
احبائي الشباب، بعد النقاش الجميل ده انا بسيب معاكم ثلاث اسئله علشان نناقشها مع بعض. السؤال الاول، صور الغفران في الكتاب المقدس. السؤال الثاني، اسم واساس وتشبيهات الغفران. السؤال الثالث، لماذا شبه الله الغفران بتسديد الدين؟